اللي في الصورة دي اسمها صباح بدير، زوجة وأم اتجردت من كل مشاعر الإنسانية وقتلت عيلة كاملة بدم بارد، واللي اعترفت عليها في القضية بنتها. 2016 قضية صباح كانت قضية رأي عام في مصر كلها. عيلة بسيطة عندها شوية أملاك عايشين في قرية موجودة في مركز بسيون في محافظة الغربية، مكونة من أب وأم كبار في السن وثلاث أولاد، جمعة ورمضان وصبحي. ومن حظ العيلة دي السيء أنهم يقرروا يجوزوا جمعة الابن الأكبر لصباح. صباح اتجوزت جمعة وخلفت منه بنت، وكانوا عايشين في هدوء مفيش حد سمع عنهم أي مشاكل، والعيلة كلها كانت مبسوطة بوجود صباح بينهم. لكن اللي محدش كان عارفه أن صباح كان عندها عشيق مرتبط بيه بقالها اكتر من 4 سنين، وكان عندها مخطط ابسط شيء يتقال عليه انه شيطاني، وكان هدفها تورث العيلة لوحدها وتتمتع بالفلوس هي وعشقها. فقررت بكل ذكاء وغدر انها تتخلص من العيلة كلها. وفجأة وفي ظروف غريبة اتوفى جمعة وهو في سن صغير، ومحدش كان عارف سبب الوفاة. ولما كشف عليه دكتور الوحدة الصحية علشان يطلع تصريح الدفن ما لاحظش اي شيء غريب على جسمان جمعة. الكشف الظاهري كان طبيعي، فداهم تصريح الدفن بشكل عادي. وبعد ما عدت شهور العدة بتاعت صباح من جمعة، عرضوا أهل جمعة الطيبين على صباح إنها تتجوز أخو جمعة الصغير واسمه صبحي علشان ياخد باله منها ويربي ولاد أخوه. وفعلا اتجوزت صباح أخو جمعة الصغير، وبعد 3 شهور من الجواز دخلوا أهله عليه لقوه ميت نفس موتة أخوه الغريبة على السرير وبشكل طبيعي. ولما نفس الدكتور بتاع الوحدة الصحية كشف على جثمان صبحي علشان تصريح الدفن برضه ما لاحظش وجود اي حاجه غريبه، وطلع تصريح الدفن عادي. وبحكم ان القريه اغلبها مش متعلمين وناس بسيطه، ربطوا الموضوع بوجود جن في البيت، لان الاخين ماتوا بنفس الموتة وبدون اسباب وبشكل مفاجئ. محدش فيهم كان مريض مثلا او كان بيمر بمشكله او عنده خلافات مع حد، وما ربطوش ان في شيطانه من الانس بينهم هي اللي قتلتهم ولسه بتخطط انها تتخلص من الباقي. ومن بساطة العيلة شكوا ان تحت البيت في اثار، وبتحصل محاولات للحفر اللي كانت حواليهم للزراعة هي السبب انها تخلي الجن يقتل افراد البيت. وطبعا صباح استغلت الموضوع ده علشان تكمل باقي الخط، وهي متأكدة ان مفيش اي حد هيشك فيها، وخصوصا انها كانت بتمثل انها متأثرة جدا وقت وفاة الاخين، وقعدت تصوت وتعيط في عزا جامد كل ما تيجي سيرة اي حد فيهم. وبعد قتلها الجمعة وصبحي ب6 شهور، فجأة لقوا الام اللي هي حمات صباح ميتة في شقتها، وجت دكتورة من الوحدة الصحية في القرية علشان تكشف على الجثة وتطلع تصريح الدفن. وبرغم سؤالها المتكرر لابن الست الوحيد المتبقي اللي هو رمضان ان والدته كانت بتاخد اي ادوية او كانت بتعاني من اي امراض، ورغم نفيه التام لاي مرض وتأكيده ان والدته كانت مش بتعاني من اي حاجة، بالعكس يوم الوفاة نفسه كانت كويسة جدا، الدكتورة مدتش اهمية كبيرة وديتهم تصريح الدفن عادي، لان الحقيقة مش ظاهر على الجثمان اي حاجة. وهنا اهل القرية اتأكدوا ان البيت ده مسكون بالجن والعفاريت. وطبعا بقتل الام والاتنين اخوات الدنيا بقت اهدى واحسن لصباح وعشقها اللي بقى يزورها بشكل اكتر ومستمر، وكانت بتقول عليه قدام الناس انه ابن خالها. وفي مرة شافت نشوى إبراهيم زوجة رمضان الأخ الأصغر والوحيد اللي فاضل من الإخوات عشيق صباح وهو طلع لها الشقة، بس في وقت متأخر جدا. فقررت صباح إنها تعجل بموتها وتعمل تعديل بسيط في الخطة وتقتلها الأول قبل جوزها علشان ما تتكلمش وما تفضحهاش. وتاني يوم ورمضان في الأرض الزراعية بيخلص شغله وسايب مراته وابنه مع مرات أخوه وصباح، وشغل رمضان كان قريب جدا من البيت، رجع على صوت ابنه اللي لسه مولود بيصرخ وبيعيط جامد. رمضان افتكر ان مامته مش جنبه، فدخل له بسرعه علشان يلاقي نشوى مراه مرميه على الارض وميته. رمضان طلب الدكتوره من الوحده الصحيه بسرعه، لكن المره دي الدكتوره اتاكدت ان في شبهه جنائيه حصلت تحديدا بعد ما لقت لون احمر واضح حوالين رقبتها، فشكت ان ممكن
يمكن حد يكون خنقها، وفعلا الجثمان راح على الطب الشرعي علشان يعرف ويحدد سبب الوفاة، ولقوا انها ماتت بسبب الخنق وان في بعض الاثار للقماش حوالين الرقبة. فمن الواضح ان القاتل استخدم قطعة قماش، واللي عرفوا بعد كده انه غطاء للشعر او اشارب حريمي زي ما بنسميه في مصر. وخلال التحقيق في وفاة نشوة حصلت المفاجأة، بنت صباح الطفلة كانت شاهدة على الجرائم دي كلها، اعترفت على والدتها وقالت ان مامتها هي واحد كانت مفهمة بنتها انه ابن خالها زي ما صباح كانت مفهمة الناس حواليها، لكنه في الحقيقة هو عاشقها. كانت بتسمعهم وهم بيتكلموا ويخططوا ازاي هيخلصوا من العيلة علشان يعيشوا براحتهم ويقدروا ياخدوا الورث من الممتلكات اللي بقيت. وقالت البنت ان مامتها صباح عرضت على عاشقها انهم يقتلوا الاسرة بسم الزرنيخ تاني زي ما عملوا اول مرة وقتلوا مرات عمها. في ضحية تانية خالص لصباح من أسرة تانية خالص ولم تكتشف. ومن ذكاء صباح الشيطان إنها تستخدم سم الزرنيخ لأنه سم ملوش لون ولا ريحة، والأهم إن صعب اكتشافه في الجثة. وفعلا صباح اتخلصت من جمعة وصبحي وحماتها ومرات عمها بنفس الطريقة باستخدام سم الزرنيخ، لكن قدرها إنها تتكشف وتاخد نصيبها من العدالة المرة دي بعد ما حاولت تقتل مرات اخو جوزها رمضان، وهو الاخ الوحيد الناجي من المجزرة دي برضو باستخدام سم الزرنيخ. بس المرة دي السم ما كانش كافي وما موتش نشوة مرات رمضان، وعلشان تخلص صباح منها نهائي كملت عليها بايديها وقلعت الاشارب اللي كانت لابساه وخنقتها بيه لحد ما ماتت. وده الشيء الوحيد اللي قدرت الدكتورة تلاحظه، اللي لولا كان زمان نشوة مرات رمضان ماتت بنفس الغموض قدام جوزها واهل القرية اللي كانوا فاكرين ان كل ده بسبب الجن، وان صباح لو ما كانتش اتكشفت في القضية دي كان زمان رمضان هو الشقيق الاصغر والمتبقي هو الضحية اللي جاية. بعد اعترافات بنت صباح وانها ما قدرتش تتكلم قبل كده بسبب خوفها من مامتها اللي كانت بتضربها وبتهددها انها هتقتلها زيهم لو فكرت تنطق بكلمة، قرر رجال الامن استخراج الجثث اللي البنت قالت عليهم علشان يخضعوا للطب الشرعي، واللي اكد كلام البنت الصغيرة ان هم فعلا كلهم اتقتلوا بسم الزرنيخ. وخلال التحقيقات اتأكدوا ان تخطيط القتل كان مش بس بمساعدة عشيق صباح، لكن للأسف الشديد كان بتوجيهات من والدتها اللي شاركت معاها في مخطط المجزرة اللي حصلت في باسيون، واتقبض عليهم كلهم. وبسبب ضعف الأدلة على عشيقها وعلى الام ما اخدوش حكم اعدام، لكن اللي استحقته صباح بجدارة هو حكم الاعدام. الزوجة والأم السفاحة اللي خططت ونفذت وتخلصت من عيلة كاملة بدم بارد. سلام عليكم.